انطلقت عجلة الإنتاج العسكري بصورة مضطردة ومتسارعة في مصانع وزارة الدفاع الإيرانية والكليات الجوية والبحرية والبرية، وجاء نتائج مفاجئة أدهشت العالم وخبراء التصنيع العسكري الغربي والأمريكي، لتكسر إيران بذلك احتكار الغرب للتكنولوجيا العسكرية. الصواريخ الباليستية غير التقليدية تشكل واحدة من أهم وسائل الردع في عقيدة القوات الإيرانية، حيث عكف متخصصو وزارة الدفاع على تطويرها أواخر الثمانينيات. الهدف من امتلاكها، يقول وزير الحرس الثوري آنذاك محسن رفيق دوست، هو الرد على الصواريخ العراقية التي تتساقط على طهران دون توقف. رفيق دوست الذي وصف بأبي الصواريخ الإيرانية كشف أنه حصل على أول مجموعة صواريخ سكوت بي من ليبيا وكوريا الشمالية. حصلنا من ليبيا على أول 10 صواريخ من طراز سكوت بي، ثم اشترينا مجموعة أخرى من كوريا الشمالية بهدف وقف الصواريخ العراقية، ومن ثم نقلت هذه الصواريخ إلى مركز للبحوث في غابة شيان وبدأنا تفكيكها والعمل على تطويرها، والآن لدينا اكتفاء ذاتي. هذه الصواريخ استطاع الخبراء الإيرانيون تطويرها بسرعة، فكانت عائلة شهاب الصاروخية. وضع أول أفرادها ونماذجها في الخدمة عام 1987. صاروخ شهاب واحد، ومن ثم شهاب اثنان. أما المفاجأة فتجسدت في الإعلان عن تجربة ناجحة لتطوير شهاب ثلاثة المتوسط المدى ليصل إلى 2000 كيلومتر، ومنه أنواع ونسخ معدلة هي شهاب دي، شهاب سي، وشهاب بي، تعمل جميعها بالوقود الصلب. الإيرانيون يؤكدون أنهم وصلوا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، ولن تؤثر على برامجهم الصاروخية وتطويرها الضغوط الغربية والأمريكية. فقد خرجت إيران والحمد لله عن سيطرتها، فلدى إيران اكتفاء ذاتي في مجال تكنولوجيا الصواريخ، وهي تعرف الآن كيف تصنع الصواريخ، ولم تعد بحاجة إلى مساعدة أي دولة أجنبية.